ترجي حقي ولا لا؟ انت حش المطلوب؟ ابى اشوف من الماخذ العشرين ترجع ولا لا. تراكم طولتوها، صار لك 4 ايام وانت تقول تغير، دايما تقول يلا يلا بكره بكره. فراس ترجع يبا. ولا لا يبا ها. انا باليوم، انا واضح خلي اليوم مظلوم، انا باليوم يبا. تبي التحقيق انت اليوم؟ تعال خالد، انا مالي شغل اليوم، بكره يوم خالد ترجع فلوسي. يعني ترجع نبلش تحقيق؟ لا بكره. انت صار لك 4 ايام كل يوم تقول بكره بكره. اذا تحب الكويت خلاص. عشان الكويت خلاص بكره. قوم زين، قوم قوم قوم، انت واثق صح؟ خلاص ذبحتنا يا ابو حقوق انت. قوم روح مقلط، روح مقلط احمد، روح مقلط. لا انت بوقف، روح مقلط، روح بس راح اصيد من الماء. روح خلني اشوف احد واقف هنا، اشوفكم في الجام. اقعد بركه حقك. اي انا علمه، انا بقول لك كل شيء. تعترف على كل شيء؟ على كل شيء، بس شوف العيال قاعد يطلون. اشوفك احمد، لا اجيك اشوفك انت وكزي. يا احمد تعال تعال لبي، ها تعال خلهم ينفعونك. يلا انطق، يلا ما عاد في فلوس. لا خلاص والله يلا روح مقلط، يلا الرجال بيعترف خلاص. كل شيء بتعترف؟ بعترف بكل شيء. كل شيء اكزي اشوفك انت مجنون. طيب روح عاد طيب. روح تلقاه شنو؟ يطلع باي مكان. اوه تنكت. قوم قوم تعال تعال عندي هنا، تعال 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 اقرب اقرب اقرب، خليك هني. العشرين منو خذاها؟ ابي زين. متاكد؟ متاكد. شفتها بعينك؟ شفتها بعيوني ثنتين. عيونك هذه؟ ايه. هذه عيونك ولا عيونك الثانيه؟ هذه. روح روح انت يا روح عاد، يلا يلا روح. الله عمانة تعرف فوزان قرب بعد كل شيء، بس لا تصور. هذا التصوير بحتفظ فيه حق تحقيق بس. تحقيق؟ اي رمضان قرب ترى، انت قلتها. اي. اذا رمضان قرب الواحد شنو يصير فيه؟ يعتب. لا. ها. يعتب لاعب انت. يعترف يعترف. يعترف. يلا اسلم، اعترف بكل شيء. كل شيء. ابي اعرف من اللي اخذ العشرين. اجزيع. يلا اسلم، شلون خذاها؟ شو احنا كنا قاعدين. قال بسرق العشرين مالت عمي احمد. قلت لا عيب حرام. قال لي متى؟ ابوي يعطيني 650 يعطي عمي احمد 650 فلس. اي قال متى يعطيني 650 فلس وعمي احمد 20؟ قلت هذا اخوه. قال وانا ولدها. ايه وسرقها. قال حق نعيم شغل سياره ودنا ماكدونالدز وطلب لي وجبه عشان ما اعترف، وانا بس كلت شيبس عشان فلوس حرام. يعني الوجبه ما كليتها؟ اي صمونه ما كليتها. اي شيبس حلال. شوف واحنا اسمع في حيل شارك ديك هندي كان بيشتري. شارة ولا كان بيشتري؟ كان بيشتري. ديك هندي. ديك هندي. بس زين ما يحب الدياكه تقص علي. عنا. اكيد كلامك هذا؟ اكيد 100%. خالد. اكيد تعرفني انا ما كذب. واذا قرب رمضان انت شنو يصير فيك؟ اعتبر على نفسي. اعترف. خالد اكيد بعترف. تغيرت انت؟ تغيرت عشان رمضان قرب. ويعني اللي صارق العشرين؟ اقزيع. اقزيع صارق العشرين؟ اقزيع صارق العشرين. وانت مالك شغل؟ مالي شغل. خالد الحين بنادي اقزيع وبيك تقول له السالفة كل ابوها عشان يتأدب ثاني مرة ولا يسويها. تم؟ تكفى. شنو لا؟ هو ينسى اللي يصير. شنو ينسى اللي يصير؟ اللي يسويه ينسى. تكفى، خاف انت تقول كذاب طلع كلام من مخك. هو يعني سوى شيء ينساه؟ ايه حسن خبرتي هذا صار صادق والله، ملامح وجهه براعته صادق. اقزع لا تكفى. اقزع الحين بيجي ابيك تصدم. مالك شغل يا ابو ناصر، اصدم عشان يتادب. تعال تعال في اعترافات. تعال يا الحرامي. في اعترافات. تعال يا الحرامي. اصدمه اصدمه خل عيال اصدمه. انت شك ساكت انطلق. اي تكلم يبا، اذا كذب ترى يسكت. اصدمه قول له سالفه ماكدونالدز. انت سارق 20 احمد؟ لا والله. انت سارق 20 احمد وقايل ابوي ليه متى يدلع اخوه وانا يعطيني 650 فلس؟
امشي يا ابو ناصر اطلب لك وجبه من ماكدونالدز قدام. متى رحت على ماكدونالدز؟ هي ماكدونالدز شفت الوجبه سبايسي اللي فيها قلت انت بخسره بدون حط فيها طماط. من متى ماكدونالدز ما يحطون بعد شكلهم؟ انت الحين ليش معصب؟ اصلك يا حلو اطمني. انت الحين ما قلت له بناخذ فلوس و رب الكعبه ايه بدنا يخدم عليه وديك الهندي ما قلت بشتري ديك هندي رب الكعبه اني ما قلت لي يا صدق ترى صقر ليه صقر ما يشت... صح صقر ما يشتري ديك هندي الكذاب انت كف والله يا كف قال تعرف السعوديه شنو فيها تعرف شنو فيها شنو فيها بنحوس من هذا شقه خالد اقول شنو يقول تكفيك زي لا تعلم يقول شقه يقول واقفين تعال بك ابيك 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 طلع خالد اللي ماخذها مع احمد احمد عطى فلوسه وين بقى فلوس تعال ابيك تعال ليش تظلم ليش تظلمك زين دم بيبكي ليش لا والله برات من الشاكه زين انت ليش تظلمك زين قلت هو اللي ماخذها هو اللي ماخذها دائما ياخذ فلوسي شوف وجه المتصل هذا استاهل فلوس زين ليش ما علمت انا من زمان يبا ان تعرفني انا ما احب احرش يبا يبا عشان ظلمني انا ابي 10 زين مريشاقة عطني 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 مريشاقة شفت ظلمك انت الحين شلون ظلمتك زين اربعة ايام يلا مريشاقة انا بعيد مريشاقة زين ظلمت اربعة ايام صح ايه خلاص لان شخص على الموضوع راح ياخذ 10 ترى والله اني ياخذ 20 هذا عطى واحدة عطى نص هاك هذه ايش تسوي هذا اجرينك اقسم لا والله اني اخذ 10 ايبا اتمع ليش شو هذا والله خايف منك مو خايف من الشرطه هذا بس بس احمد احمد بس مناح خلاص بعدين بعدين شنو اللي ترش الناس بفوم حتى رقم كبير حتى رقم كبير مو خايف منك مو خايف من الشرطه قوم 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 تعال شنو هالثقافه قوم تعال هذه الناس ذيك ما رايح ناس يخشون بجاكيت ومخباخهم لا لا انت ما تحب شو اسمه المسيره صح قاعد 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 يقول ايش تبي بالفوم يقول حط رقم قبيلتي يروح لا خلينا نمشي هو لا غتيب ايش فيه بعد خاف من غير صوتك تدري فوم غتيب خذ لا ما يصير فوم ممنوع صور عشان يشكونا ما عندي انا مع الكويت لا يا احمد لا هو يدري هو اللي جايبني والله شو يقول لك؟ ابوي 500 تدرك انا 500 كم يدفعون؟ 500 دينار تدفع يعني انا مسير 1000 طيب تسمع مشاه وين لقيته؟ يعني انه يصلي تعال جا احب الصلاه الحين اقعد ليش انا اديك تنحاش؟ انت اتوضا عشان اصلي صلاه شنو الحين؟ صلاه العصر صلاه العصر ليش خالد تكذب؟ انت بتخاص وانا جاي قاعد استغفر زين انا ايش ذنبي؟ ايش ذنبي تشق فلوسي؟ شنو سويت لك انا؟ ما سويت شيء بس خلاص قلت لك تبت وين جاي شو تسوي؟ استغفر الله خلاص خليته خلاص خليته جاي الحين احب الصلاة تمام وين جاي شو تسوي؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله تبت خلاص تبت خالد اكيد اكيد ما عاد في كذب ما في كذب ما في وجبه اللي طلبها شنو؟ سبايسي ناكل الصف زين ترى بطلب له رقم يلا 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 نجيب المعبود انا مع المعبود عطني عطني انا مع المعبود عطني زين عطني يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا حبيبي سلام بيجيك تشيك يا شاطر قرب افتح لي ما افتح راح اذا شفتني هذا اه جوعان يا حبيبي يا شاطر
أقوى صحة ليلة أقولك عطني إياه تشربه أنا اللي أكل ها أطمع هذا الماء يا حبيبي جريمة جريمة تعبتوها ولا ايش قاعد يسوي؟ شو عاد لا خفف دايت ما في هذا اطراف البرجر ما ينفع دعوة دعوة داتش خل عيال يا ساتر خلص خالد تبت انت استغفر ها عطني لعبة اطراف البرجر حطيت معها معبوش حبيبي يا حبيبي انا عوال عشان نعم بيولع فيكم هذي اطراف البرجر يا سلام ابشر يا حبيبي شنو هذا؟ ها لعبتوها الشباب يا ساتر حط لي هذه بعد عمك افتح حاضر لا حطها يلا خلك زي حط لي مو حبا فيني رجع بيغشني او بس زي خفف اعطني هذه برجر ومعبوش هي فيها بس انا قاعد ازيدها يا ساتر كيف اي والله اعطني ما حبيبي امسك دخلنا قوافل التعبون هذا الطرف البرقع ما تحلى اللقمة الا بدعجة افا براج والد هذا الطرف الان الدجة شنو؟ الدجة بس يا ولد بس هذا قام يقرب مصحوننا هذا ما هذا بس يا معاد وقف خفت منه يخوف معاه صح ايه وعند العيشه خلاص تبي ما للحين ها ما استسلمت ما علي بتواجه بعد شوي وانت واجه تفتح همك انك تمساح بعد شوي واحد اثنين ثلاث اربع هذه الجوانح الدجاج هذا ما انا معبوش صح؟ ايه دجل هالماء والله تدور الماء بعد شوي يا ساتر عرفتها ايه والله تدور الثلج وانا فراج حبيبي جيب ماي انا ايش اقول لك انت يا قومك زي يلا فراشك قوم انت يا قوم قوم لا علمك ما راح انام حط منبه حبيبي قوم قوم خلاص ذبحتنا قوم اقسم بالله براد شقنا تدروني انا تبت اقسم بالله لو يقول انا تبت والله ما ثقت
فيه قوم ياخذ اغراضي وكل شيء. لا شوف وجهك، شوف ورني وجهك يعني تبت تب. يلا روح يبا يقعد. ابو شنو اول مره فوق على طول يسعد ورب لا تاب تاب والله ما فرق فيه تاب تاب ورني وجهك خالد. لا تاب يبا.